خويا درنا شويه كما قلت يصير زي حاجه لعبه قاقص يا ودي. مش هضره هذه فما شباب انا من ماندي ومركم هضرات ملاح ثم تحكي لي انت يا هاي تهلا وهي شي بقات فيها دخت اخراها هذه النخله طاحت يعني ادخل وبالها مقلبه شوف هنا هادي وبلا مقلبه دوباك شوف في حاله خلاص جورج اسحاق هذا حديقه جورج اسحاق هذه متوسطه سيام هذا شوف كيفاش كانت هذه بوبالا هكا دوباك 500 ساكن نص على النبا 500 5000 واحد هنا 5000 حتى القطه مسكينه مكتبه في الامر هاي القطه وصلها راك تشوف الحاله كيفاش ولات ما تخافيش شاف نرجعوا شافوا لهنا الزيغو نورمالمون شاف هذه هذا عن تبنات كيما كاع النبا بهذا مال الحجار هذا تسمى هذه سونتر فيل تاع النبا اسمح لي يا خويا يا ولدي يا ما فهمتش انا كيفاش يخموا دم على باليش المسؤولين هذوما لوكا الشركة تاع الجدران قاعد تخدم يعملوا مناقصة في الجريدة الرسمية ندخلوها سياسة احنا والحكايات الحاج السلام عليكم نسقسيك انت كنت على النابا انا كان نعمل واحد الفيديو على الكارتي تاع النابا واش عيطوا الكارتي هذا؟ هذه لا ريبيجو كيما نقولوا احنا بكري بكري هي. من هنا اسمها لا ريبيجو ولا اسمها امير عبد القادر بيجو امير عبد القادر الفرنسي السفاح هذا واش قالت انت باين الله يبارك كبير هنا ثم تشفع لها النابا مليح كيفاش كانت قبل كان كيما كا هذا واش عيطوا الحجر هذا؟ الاسم تاعو جديد لا على بالي الحجرات لي بافي لي بافي لي بافي هذا ما كانت هكا مخنوع عندنا بلي بافي بكري عندنا وقت فرنسا هكا هكا الحاجه سورتو اللي جهه البور اها البور نشفع عليه ثم هذه كلها لاري بيجو بكري كيما نقولوا احنا هذه لاري بيجو بكري ثم هذا نوفو بروجي خدموه تاع ماه تاع الماء هذا باش يعدي الماء باش يمشي الماء اها ما عليناش سا ديبون انت تسمى ولا فينيسيون مليحه ولا لا يعطيك الصحه دوكا الكودرون شكون يخدم فيه الكودرون هذا قاعد يمني يمدوا فيه الكودرون الكودرون على حسب ما نسمع درك البلديه ما بقاتش كاين مشاريع درك اللي عندنا مسوار البي جي ولا واش كان تاع البلديه ولا واش كان يمدوا لي بروجي اللي من المقاول اي مقاول واش كان يحكم هذا يزيد على هذا هذه مزايد يعملوا يعني مناقصه كيما يقولوا اي فوالا اها وكاين اللي يمدوا له كاين اللي يمدوا له بيستون كاين اللي يمدوا له كل واحد كيفاه يمدوا له اه سما نرجعوا للبيستون حكيت بيستون اه بيستون فيها كون ما جاش البيستون ترما راهي صفات الدنيا راهي البلاد ولات نواره ثم لازم لها مراقبه كي عاد بيستون وين هما المراقبه وين هما مش قاعدين يخدموا في خدمتهم درك الحاج درك الدوله كي تمد ام بي جي والمشروع كي يكملوه نورمالمون يراقبوه ولا لا ان برينسيب هذا قديم تشوف عليه هذا التروطوار قديم ما قدرش يقيسوه هذاك جديد هذا في الثمانينات خدموه تاع الكور هذا هذا قديم هذا على بالي به كيما خدموا الكور خدموه هذا خدموه صحيح هاي بقات هاي من الثمانينات والاخر هاو 2019 هذاك كل عام يبدلوا كل عام ربي كل عام يبدلوا باش ما يخدموه على الخضر ومن بعد يتقاس ولا واش كان هذه تبدل انا واش سمعت هذوما المقاولين قاعد يبنيو يحكموا هذوما الشركات الكبيره تلقاهم اخويا يدخل الارشيف تاعهم واش عندهم واش يكسبوا في الاموال تاعهم شوف لهنا تلقى بين دي فيلا بين الشريف الخارج واش بيه ولا يعمل سلعه مخشوشه باش يربح دوك سلعه تاع 24 مليار يخدمها في الزملاير 18 في الجيب اخويا شوف في الجيب ويقسموا معاهم الجماعه اللي يعطوهم البروجي يقسموا معاهم باين هذه الناس كبير الله نحب تحب تبان الحاج ولا لا نحب نعرف تشوف نورمال خلي باش الصوت تاعك كحجه يوصل الله يبارك ان شاء الله هاو الحاج ها مش نحكي مع واحد انسان صغير شوف الله يبارك انسان كبير ولد عنابه ها قدام المسجد ها شوف الحاج ها انا في المسجد ها ربي تربي ويحكي كلمه حق ولد عنابه انت نعم وانا كلاني قلبي على بلادي خويا كي نشوف كيماك شكون ما ياكلوش قلبه على بلاد وني خلق فيها انا لا بلاي ستوش رفل زهوان عمي هذاك
زمان انت ابن شهيد، عمك شهيد، حتى باب توفى او شهيد ما تقول له. سمع دابا باه خو شهيد لفاز جوان تاع طوش. او نحكي مع واحد ولد عنابه، ولد شهيد سبحان الله، عمو شهيد. رفاز زهوان ورفاز صديق ورفاز حمادي، هذو كل خوه. مات كدا في عمره الشهيد رفاز زهوان صغير؟ 58 ديسباري خلاص، قتلوه وراح مراته فرنسا ما عطيناش وين في المشروع. واش من العام خالق هو؟ 29 صغير، واحد 30 طون 30 سنه مون با 29 58 29 سنه. علاش نحكيك على التواريخ؟ نحب نحدد التواريخ لان وعمي الله يرحمه كان يخدم وسيل تحت لتحت يوصل الماكله ومن هنا سمعوا به باعوا به، جاو هزوه قتلوه كيف كيف من الحبس مخرج. عيال العمي هذا اللي توفى زهوانه جاو هزوها قتلوها كيف كيف. عمتك؟ لا عيالي. عيالك؟ عيال عمك. عيال عمك. عمك. عيال عمك. ها ونحكي مع واحد اخويا ولد عنابه ولد عمو مسمينا عليها الابتدائي تاع طوش. مدرسه تاع الابتدائي تاع طوش. زرقاوي فاطمه الزهرة. زرقاوي فاطمه الزهرة. زرقاوي فاطمه الزهرة. هاي اخويا زرقاوي فاطمه الزهرة. دقيقة دقيقة، هاي شوف عندك من هنا في ساعة برك. شوف لهنا. شوف. هاي قوبالة هذه. اسمح لي، الشهداء الشهداء كي ماتوا كانوا يتمناو تكون هكا الجزائر، تكون نواره، وكون جاوا الناس اللي يعرفوا يسيروا وفيها خيرات كبيره وفيها اموال كبيره، ترى ما هي نواره خير من الامريكان. الامريكان يسخف باش يعود يجينا هنا. مع الاسف مع الاسف تشوف الحاله وفيه هكا. حنا كاين رجال ربي يبارك ما خلوهمش يخدموا، كاين الرجال كاين ما خلوهمش يخدموا. تسمع هاو بابانا هاو يحكي اخويا بالتاريخ وبالاثباتات اخويا. راح نقول له جبت لي، راح نقول له جبت لي بطاقه تاريخ باش نثبت انا. هاو باين والله باين. كاينه بطاقه كاينه. لا نحب نعطوها نعطوها بالك يقول لك يهضر برك. انا ما خيرتكش الحاجه اللي ماشي في طريق. كاينه خير ونعتلهم وانا واني نهضر في الحقيقه وربي يحب الحقيقه. سمع هذا المرشي، شوف المرشي كيفاه. المرشي هذا من وقت فرنسا. هاو مازال لاباس عليه خاطر خدمته على الصح. خدمته بالقلب وخدموها صح. نعمل حاجة كون خدموه تاعنا مرشي جديد كيما هكا من هنا راهو راب ولا شوفوا شنو صار فيه. يعني احنا درك نسكن في لاسيتي عطوي في الحجار، الباطيمه راح تريب علينا، مخدومه اون 36 راح تريب. هذا باك، شوف شوف الباك هذا. شوف مزيان مفلعش خلاص. عندك ما تشوف، عندك ما تشوف، كاين امور بلايص راك ما تنجمش تعدي خلاص. دوكا وين يكمل الخلل برك عمي الحاج؟ فهمني يا فهمني وين الخلل؟ يعني لازم نجندوا كله، لازم نحطوا اليد في اليد الكل كاش ما نمنعوا البلاد هذه، خاطر ماها محال لكن يد واحده تربح. لازم كل نعملوا اليد في اليد وبالقلب وبالنيه الصافيه. يعني درك لازم نلقاوهم الناس هذوما ولازم نلموا بعضنا ونعملوا حاجه. يعني كي تحب تفهم يعني الدولة الجزائرية من العاصمة تبعت البيجي الوزراء يبعثوا العنابة. وعنابة مشكيو منها كلها، مش كي صانو كان كريتيكي في اللي يحكمها يا لطيف، مهما واحد اللي يحكمها يا لطيف. وعلاه واش كاين في عنابة؟ كاين يدي يا خويا مخلطة عنابة، تنجم تقول فيها كيما نقولوا احنا اللي 48 ولاية خير منا من يزادوا هذا. 48 ولاية عنابة كل فيها. معليش مش مشكلة في النقطة، تما احنا المشكلة شكون يسير؟ ما كانش الناس الصالحين اللي يحكموها. يجي يهربها ويروح. صافي عنابه مرحبا بالجميع. تسمى في النقطه تاع الجميع تاع يقول لك جهويه، ما كانش جهويه في عنابه، كانش كلها عايشه في عنابه، عايشه كل هذه تسمى نقطه من حتى الناس اللي يسيروا ما كانش باش يحكموا ويسيروا ما كانش. لا ريكومبيتادي هذه هذه لا ريكومبيتادي من خلدون، شارع ابن خلدون يعطيك الصحه. شوف يعني كما قلت انت عنابه تسمى احنا عايشين معنا كلنا مخاوخ، ما كانش ما تحسش بالجهوية في عنابة. هذه جانب حرام في الدين باش نقولوا عنصرية، هذه خلينا منها. ولكن المسؤولين كدولة جزائرية في العاصمة يراقبوا المسؤولين تاع عنابة من الأخر. أنا ما نحسبش فيهم والله. والله تبكي تبكي كي تشوف كيما هكا تبكي تبكي، حفنة دموع وشوية، حفنة دموع وشوية. يعني يخصوا الإمكانيات في رأيك أنت؟ دراهم يخصوا؟ 73 سنة في عمري زيد في 50 وهك تشوف المرض ومن هنا ربي يشفينا كل اللهم آمين إن شاء الله. صح مع الأم يعني ما تمتعناش، يعني كي وصلنا العمر هذا بالله ريتيرات 4 ملايين وخمسة في العائلة من هنا، راني سوفرونس حمراء، سوفرونس حمراء. ومع الأسف هنا عايشين، واش راح نديروا؟ مرحبا، بصح كون جاو ناس في المستوى اللي قاعدين يسيروا من هنا
راني عايش لاباس عليا ونستحمد ربي لاباس عليا. سما انت جا وعمك شهيد الله يبارك وباباك وباباك شارك في الحرب. شارك في الحرب. شوف هنا الضو كاين شو ما كانش الضو عنده الاكسري عنده كل شيء ما كانش هنا الضو او سونتر فيل ما كانش الضو هاو كاين الضو تاع بكري هذايا ما سي با سيفيزون مش باين مليح. وانت مش قاعد تلاحظ الحاجه انا وين يطيشوا لي بوبال ما كانش وين يطيشوا الناس الشعب يطيشوا في الارض ما كانش وين يطيش ناتو ما يطيش هو ثقافه ما يطيش ما يطيش ما كانش هذه الشركه تاع النبات تاع النظافه مش موفره ما كانش وين يطيش احسبوا لي كتبت لي وحده نستعرف بكم هاي كان شيء تمشي شيء قليل وانت تلقى وحايد وفي حاله قليل وانت تلقى ما كانش بلاستيك دوريان دي توش راح يسوى بالنسبه لهم هما حتى شيء على حسب الاموال اللي كان في الجزائر وما حتى شيء اي كنت ريان دي تو هذه انت وين تروح الحاج انت؟ رايح الحجه هاي كنوصلك هاي عندي بالطوموبيل هاي يا ربي يسرك هاي شوف انا هذا تسمى عندي هي الشرف باش نحضر مع واحد من ابناء الشهداء عمك تسمى عمي تسمى صافي يدير يعطيك الصحة هو بابا شوف هذا لاري تاع امير عبد القادر هذه لاري هي امير عبد القادر انتبه هذه ها يا رب انا هاي خويا جات الفرصه والحمد لله ها شوف الحاجه عنيا ها اي مليحه مليحه وديما نقول هنا يا طوش السلام عليكم السلام ورحمه الله بسم الله نجيب برك الخبز واحد البلاصه ثم نوصل بابا للدار تحت مش انا ماشيين هكا رحنا مليح انا نعرف في كرسي بيت قاعد يهود او هكا الاخر تاعو كيما او مليح او بعد عارف قال يعزب بعد هذا بسم الله يتعرفوا بيك ان شاء الله انا اسمي توفيق قلت لك اسمي توفيق توفيق ما شاء الله عندنا توفيق في الفاميليا عندنا توفيق في احبابنا الله يبارك تخدم مع الولايه تخدم مش انا لا 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 وحدي هكا والله جسمي هز تليفون وندور كيما يقولوا لي وتعلم وتبلغ برك ما شاء الله ما عندي حتى النجر تاعك يوصل ان شاء الله النجر تاعك راح يكون فيه خير كبير ان شاء الله ما عندي حتى انتماء حتى لواحد الوطن برك هذا دزوك تلاحظ تدي معلومات تدي وحدي والله وحدي نحكي وحدي. مع نحكي هكا مع الشعب نمشي في الطريق ونهضر قوم العبد نشفع على نبا كيفاش كانت زمان واش من فامي ربي بابا انا بو غزوله بابا بو غزوله نعم من هنا من عنابه بو غزوله بابا انا اصل بابا جاي من بسكره ما شاء الله بسكر شو كلش كلش هدر لي على الولايات كل كي تهدر لي على بسكره ما دابيا يتم شفت ناس ما شاء الله نحب بسكره شوف كيما نخش ودي شرف انا ما شاء الله نحب بسكرة شي يعجب كل نسيب كل سمانة نلتم والله عندي شغل المشي تاع الطريق تاعها وكي نعدي على بيتنا ونعدي ونخش لعين عين توتا من بعد نخش نسمي معايا اللولة القنطرة القنطرة قنطرة ما شاء الله 50 كيلو على بسكرة خمس من تم وهكا نشوف في روحك شغل في نخوة صح نحبها احنا نعرف ناس ما في تولقى ربي دار كل طولجة. عام نروح لها نطلع عليها انا هو جدي من اورلال بكري انا تاريخيا نحكي على التاريخ انا نحكي بالتاريخ وزيني الشرف احنا ولد عنابي قلت لا انت مش عنابي شوف هذه ارض الله هذه وارض الشهداء وارض الصالحين نعم نعم وكي تقول لي انت عنابي وانت مفسد ما مش عنابي وكي تجيني من ايليزي ولا من توغورد وانت يا راجل نمشي معاك هذاك هو صحيح صح ولا لا؟ تكوني نحبوه احنا ولاد فينا العنصريه مش يكون يعطيك الصحه في عنابه يقول لك فيها عنابي ولا مش عنابي ما يهمناش فيه مال قريبه بقى جا في عمره يمكن 12 سنه 14 سنه لهنا العنابه يعني بعد الاستقلال يعني ما وكحكم بوست كبير في عنابه كان حاكم مدير في سماطرا كان في عنابه وخدم مسكين خدم كان خدام يخدم خدمة تاعه وما تعاودش الخدمة تاعه ونتلاقاه بالان والله فرحان يعني ترحموا عليها الدركة يعني سبحان الله كي تشوف انا ديما والله كي نمشي نتفكر نقول الشهداء ما ماتوش دوك الشهداء ويبقى يتفرجوا كي يحب ربي هم قاعدين يتفرجوا قاعدين يتفرجوا شي شعلي شي اللي صاير فينا الباطل اللي صاير كاين باطل كبير منكر كبير والحاجه المليحه الحاجه حاطين في كل كارتي حاطين حاطين امبولا قاعدين يشوفوا في وصالي شي بلادنا ماتوا صح والاسامي تاعهم في الاحياء قاعدين يراقبوا كلش وكاين دي رادار وكاين كلش
يعني في قلوب دخل شي يقولوا امام ساكن. انا كي نسمع شهيد صغير مات يقول حتى لو كون قعدوا جابوا لنا ولادك حكموا البلاد هذيا. فهمت لما رصه لي لقى حكمتنا باليش انا يعجب اخويا يعجب او من فوق للتحت يعني يعني حاشا اللي ما يسهلش ما نجموش نتهموا الناس كل اللي مع الاسف كاين رجاله ممكن نخليهم شيخ هذه معاك هذه في النقطه هذه راني معاك كاين رجال نخليهم شيخ في النقطه هذه راني معاك في اي في اي بلاصه سواء في الامن ولا في الجدرميه ولا في العسكر ولا كاين وعلاه ما كانش مؤمنين ما كانش لي يخافوا ربي ما كانش لي يحبوا البلاد هذه كاين بصح متغلبين عليهم المفسد متغلب هذه هي المعاناة اللي احنا الناس قاعد تسقسي اي واحد نقفل باب داري يقول سلام على باليش انا انا فقط وسيله نوصل للراي العام انا ما انا هو المشكل والله نهدر وانا مادا بيا هدره من عندك وتعاوني وهدره من عندي ونعاونك خاصه ورش والناس يسمعوها من هنا يبداو يشاركوا يعني يكون شوفوا احنا الطاوله الجزائريه كيفاش تلقت ست اشخاص كانوا قبل شكون واش كانوا يقولوا عليهم سته هذوما يقول لك هذوما كيفاه سته اشخاص يقول لك هذوما مجانين راح يحاربوا فرنسا قوه عالميه وشوف سبحان الله سبحانه معاهم شوف من بعد جاوا جماعه 22 ومن بعد الشعب شارك وخرجنا ماذا يجيب هذا؟ مي احنا وصلنا نعاودوا ازيرو دركا ولينا زيرو يعني ابري 60 قدام قدام 60 60 سنه ولا اكثر يعني في عود نقدم ولا قاعدين نسخروا يعني من جهه تربيه المجتمع من جهه من كل شيء عندنا الامكانيات كاين الامكانيات كاين كل شيء كاين كل خير شي هو ما خلاهمش يخدموا كاين الناس ما خلاهمش يخدموا والله الحاج وش راح نقول لك يعني فريمون ساعات يعني قلبه مجروح قلبه في حاله ان شاء الله كما يقولوا ربي يسمعوها رجال ان شاء الله يخفوا كما الشهداء اللي ماتوا يسمعوها ناس يسمعوها ناس ويغيروا ويغيروا بالشيء اللي يقدروا عليه وبشويه بشويه وتوصل ان شاء الله ان شاء الله اخويا يمكن بالمشاركه الصوت نتاعك يوصل ان شاء الله على بالي يعني يحسسني الناس يسمعوها باذن الله وحتى ما كاين كلش فيسبوك كاين امور ياسر مالغري انا مش ما نشاركش في الامور هذه ما عندي بورتابل تاع اللي فيه فيسبوك مع بورتابل صغير نعيط لهم وعيطوا لي برك صح معليش اللي بورتابل هذا الكبار ما حبيتش نكسب اللي فيه من الانترنت فيه كلش ان شاء الله الحاج يزيدني الشرف كي تعرفت عليك انا والله فريمون ان شاء الله وربي يبارك لك الله يسلمك ماذا بينا ربي يبارك لك في الراي هذا ان شاء الله والله نبدا ان شاء الله يوصل خبرك يعني في خير كبير ان شاء الله